استخدام about to في اللغة الإنجليزية. about to بمعنى على وشك شيء، يعني على وشك إنه يحدث، قارب على الحدوث. طبعا تختلف عن about اللي هي لوحدها دي اللي معناها عن، about to تختلف عن about. عشان نفهم ما استخدم about to نحطها في كام جملة بالضبط عشان نفهم. مثلا في مباراة كرة قدم على وشك انها تبدأ، فهنقول the match is about to start. The match is about to start. المباراة على وشك البدء. لو نلاحظ هنا start ده مصدر الفعل أو التصريف الأول من الفعل infinitive، يبقى about to بيجي بعدها تصريف أول للفعل أو مصدر الفعل. ناخد مثال تاني. مثلا واحد معاه موبايل والموبايل بتاعه على وشك انه ايه، البطارية بتاعته تخلص، فهنقول his phone is about to run out of power. His phone is about to run out of power. يعني about to معناها على وشك. تخيل ان انت في مطار وخلاص هتسافر والطيارة على وشك الإقلاع. هنقول the plane is about to يقلع، معناها ايه؟ take off. the plane is about to take off. الطائرة على وشك الإقلاع. طيب لو أنا كنت على وشك إني خلاص هنهي الدرس ده أو الفيديو ده، فهقول إيه؟ I am about to finish the lesson. I am about to finish the lesson. أنا على وشك إنهاء الدرس. I am about to finish the lesson. finish ده verb وهو تصريف أول للفعل أو مصدر للفعل، هو infinitive. يبقى هنا الconclusion يا جماعة، about to معنى على وشك أو قارب على شيء خلاص أو يحدث. about to بيجي بعدها infinitive، والinfinitive زي ما قلنا قبل كده هو مصدر
الفعل اللي هو على وشك الحدوث، مصدر الفعل اللي على وشك الحدوث أو قارب على الحدوث.